عن عمران ابن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، الصفر هو ما يشبه النحاس إن لم يكن هو، فلونه يشبه لون الذهب. وهذا المذكور شكاية عن واقعة، بمعنى أن الحكم لا يختص بها. ولذا لو أن شخصا وضع في رجله أو في رقبته أو في أذنه أو في أصبعه أو في فخذه أو في بطنه حلقة من صفر لهذا المعتقد فيدخل تحت هذا الوعيد. وكذلك لو وضع في يده غير حلقة من صفر، لو وضع خيطا، لو وضع خرزا، لو وضع أصنافا، لو وضع خرقة، لو وضع طينا، لو وضع ترابا، فالحكم هو هو. وكذلك لو وضع حلقة من حديد أو من فضة فإن الحكم باقٍ.